هذه الضروبة اخويا اش نقول لك؟ خليها على الله وشاي. كيف كويس؟ اكثر من 400 واحد. انا جاتني الضربة هنا ما عرفت شنو هذيك الكلام ولا الفيزي، المهم العافية خرجت من هنا وشوف الطولة كي دايرة ومعايا الكليات. قلت انا شفت خلاتها، انا بصراحة دخلت حيت ما عمرني شفت هذا الشيء. ما عمرني عشت الاجواء هذه، هذه الاجواء هذه ديال هذه الكلام ديال التجارات. هذا السيد اللي ضرب بهذه المادة وقع هنا اخويا. فيزياء راه الدراري تعاونوا معنا مساكن هنا في البرنوسي هنا حدا الشاري جرهم في اللي حدا اليدين بعدا هاد الضربه هادي راه لقات على 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 الصفيط ديال البوليس. الصفيط ديال البوليس كانت غادي طارداهم هما عينوا في الصفيط ديال البوليس. جا الطاكسي هو اللي جا في الطريق. اخويا المشهد انا دابا كنهضر معاك والله العظيم الا كان فيبري بالله، لان هذاك المشهد ما عمرني شفتو. تخيل انت غادي مطمئن انت كتسمع شي حاجه ضربات صحيحه شويه كيبان لك العافيه خارجه، اش غتقول في النظريه ديالك؟ شنو هو هذا؟ انا كنقول او ما فهمتش. ملي نزلت كنلقى واحد الاشكال كارتوش واحد الفقاطه ولكن عريضه تقريبا واحد المتر ديالها قدها في هذا العبار هذا لاصقه هنا دوبات الحديد كامل. تخيل دابا جات كان عندي هاوس وكانت عندي كليه انا هنا تكون هذيك ضربت لي الكليه. راه تقدر الكليه انا تقوم الكليه انا في الحمى وتجيني تاهل لان الحديد ما حماتوش. وهادشي اخويا راه ولا كيخلع صراحة، هادشي راه كيخلع. هادشي شكاية عند رجال الأمن. مشيت هبطت للكوميسارية 37 بيرمانونس ديال الشكاية ديالي، وسمعت بأن تم إلقاء القبض تقريبا على شي 25 واحد، ولكن هما راه كثار من 25 اخويا. شحال تقريبا العدد؟ راه في 400 راه سوق رب العالمين. لو كان القضية ديال كاع غادي البوليس ما غايقدوش عليهم اصاحبي، لان هذاك العدد راه ولا في مطارده هو مع رجال الامن. الله يحسن العوده، لا الامن ولا المواطن ولا مهدد مع هاد الناس هذا. واخويا اش نقول لك، الحل راه عند الناس اصحاب القرار راه كيعرفوا الحل شنو. خاص اللي يشدوه اقصى العقوبات. شدنو عادو ماشي ديال عام ماشي ديال عامين، هذا يشدو 20 عام والفوق. الدور ديال الوالدين لان هذا كيمارس اعمال ديال الارهابيين. ملي كتضرب مواطن غادي في السياره ديالو كتضربو بهذيك الماده اللي شديده الانفجار، اذا شنو هو؟ اذا راه تحتي قنبوله، هذه راه يناهز قنبوله في بلادنا حنا اللي ما عندنا لا حرب لا والو. قنبوله انا شفنا دابا لا حفظ الله الزبونه راه وحتى الخلعه راه كانت غتسخف ديالها راه نزلات غادي مدرك ما عرفتش شنو واقع. حتى قالوا لها الناس شدوها قالوا لها لا اختي راه هاكين عاد باش رجعناها عاد باش وصلتها للبلاصه. نعرف هذا الفيديو اللي كيجي شكون اللي كيدخلوا لينا؟ اذا هنا كاينين الناس كيدخلوا هذا الشيء. هذه البلاد اخويا هي بلاد مستقرة، ولكن كاينين الناس حاسين يعني راه باغي يخطونا هادشي خطير. كيوظفوا ناس باش يزعزعوا الاستقرار. خويا انا سمعت بان الشرطي تا هو تقاس. ما عنديش خبر، انا دابا انا متواجد دابا قدام المستشفى ديال المنصور، ولكن ما عنديش علم اشنو وقع عليه مسكين. ولكن كاين حالات من غير قال لك تضرب الفيزياء، هذه الهضره المؤهلين قال لك الشرطي تا هو تضرب الفيزياء. وناس راه تهرسوا في سياراتهم راه تهبطوا 37 دابا راه امه ديال البشر كلها كدير شكرا الديكلاراسيون ديالها. شافوها ديالو فكتم المساءله ديالو عن دواعي التواجد ديالك في هذا الحادث في ليله بيضاء في منطقة البرنوس. Thank you.
واحد صحيح.